بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع بيت محمد الفجيرة. هذا المشروع بالشكل هذا، تم تعبير المكان بشكل كامل وتركيب إنارات ترتيب البيت بالشكل المطلوب، تجهيزه حسب ما تشوفه، في سياج، عندك الجسر، عندك الفلي اللي يطلع منه الماء بالشكل هذا، من انتهاء الفلي مع الجسر، عندك الأشجار، عندك المشايات، عندك تجهيز المكان كامل، العمال يقوموا بتركيب السياج. هذا المكان أجهزة سابقة بس تم تعديلها وتركيب أخشاب عليها، عمل حواجز بلاستيكية، عمل بير بشكل تراثي بشكل جميل، تم صيانة الشلال. عندنا هنا الأستاذ أميرة، عندنا المهندس برهان، خلاص 30 درهم.